عاطرة لبيت الثقافة والفنون ولسيدته الشاعرة الدكتورة هناء البواب، وتحية مماثلة لجمعية سماء الثقافة ولرئيستها سيدة ميادين الفكر والثقافة والأدب الأديبة هيام ضمر، وتحية أليقة أجللها بعاطر محبتي لهذا الحضور الطيب المبارك، كل باسمه ورسمه وطيفه ومكانته. وتحية خاصة تكتسي بعبق الاعتزاز للزملاء الأعزاء الذين أشاركهم هذه الأمسية المعبقة بأنفاسكم: الشاعرة الملتزمة ريما البرغوثي، والشاعر المتألق الدكتور محمد الخليلي، ودائم العطاء الذي يسعدنا بإدارته لهذه الأمسية الشاعر الكبير عدنان السعودي. واسمحوا لي وأنا في رحابكم ببوح سريع أهامس به رفيقتي وأنيستي وأم أولادي نعمة، التي أرادت الحضور لكني رجوتها ألا تفعل حرصا مني على سلامتها نظرا لمعاناتها من مرض الربو شفاها الله وعافاها، فقبلت وهي تعلم أنها وإن غابت بجسدها فإنما هي حاضرة بإحساسها ها هنا في هذا الذي خلف أضلعي. فأقول إليك نعمة. ملكية العينين والشفة، قمرية الخدين ساكنة، أسمعت همس الليل في سهري؟ لك أنت يسمو البوح غالية. أسمعت شدوى العود يا قمري؟ لك أنت يشدو الطير أغنية. زمن مضى ما غبت عن بصري، فتبسمي يا كل أوردتي. هنئت بك الأهداب هائمة، وبك ارتقت في خافقي لغتي، وبك انتهى كل الجوى أبدا، وبك اعتلت أصداء أمنيتي. فلك الوفا ما دام بي نفس، ولك الرضا في كل أزمنتي. كانت تلك لي رفيقتي وأنيستي، زوجي الغالية نعمة شفاها الله وعافاها. تمر الأيام والسنون، والنكبة تسكن العيون، وأولئك الأماجد في القدس وفي غزة وفي كل فلسطين، ومن بينهم كانت شيرين أبو عاقلة.